بفوز هولندا 3 أهداف لمقابل هدف لإنجلترا، ليتجدد أملها مرة أخرى في التأهيل للدور الثاني. أهم الملاحظات اللي نستنتجها من مباراة هولندا وإنجلترا هو الاختلاف الكبير في طابع اللعب بين الفريقين. هولندا بيلعب بطابع هجومي دون أي خوف أو أي حذر أو تأمين دفاعي، وهجوم بأكبر عدد فور الاستحواذ على الكرة، بعكس إنجلترا لها نظام تأمين دفاع وإغلاق طريق المرمى وعمق دفاعي مهم جدا، وده بيؤثر في مواجهة الفريقين في نهايات كأس العالم. مصر هتلعب طبعا بأسلوب دفاعي في مبارياتها الثلاثة، وده يجعل مهمتها أصعب جدا في مواجهة هولندا، لأن مهاجمي هولندا باستمرار أكثر عددا وأعلى مهارة، والخطر من هزيمة ثقيلة أمام هولندا أكبر جدا منه أمام إنجلترا. ولكن على العكس، مهمة مهاجمي مصر أمام هولندا هتبقى أسهل، ويمكن للاعبي مصر أن يخترقوا مرمى هولندا بفرصة أعلى جدا أمام إنجلترا. الملاحظة الثانية اللي وعدناكم أن هنتكلم عنها هي تقدم ظهيري الوسط في هولندا، فرانك ريكارد ورونالد كويمان. رونالد كويمان هو الظهير الحر أو الليبرو، وفرانك ريكارد اللي هو الظهير المراقب لرأس الحربة أو الستوبر. عادة في عرف كرة القدم أحدهما بيتقدم والآخر بيبقى في مكانه. الأمر اختلف تماما من عام 1988 لما الاتنين وضعوا نظام جديد للعبة دي. ابتدوا الاتنين يتقدموا مع بعض علشان يستفيدوا من مهارة كويمان في التسديد القوي المتقن من مسافات بعيدة، وبراعة ريكارد في بدء الهجمات وصنع الألعاب. لكن ده ما كانش على حساب الدفاع أبدا، لأن النظام بتاعهم أن الظاهري جنب فان إيرل وفان تيجلين بالتعاون مع إيرفين كويمان بيقوموا بمهمة الستوبر والليبرو. المهم أن يكون في واحد ليبرو واحد ستوبر في الدفاع، مش مهم يكونوا مين، والمهم أيضا أن أستفيد بمهارات لعبتي علشان أستغلها في الفوز. كويمان بيشوت كويس وريكارد بيصنع ألعاب، يبقى لازم يتقدمهم لما يكون معايا الكرة. ومهمة لاعبي مصر في مواجهة الطريقة دي حاجتين: كويمان لازم أفرض الضغط عليه في آخر 30 ياردة بس، مهم أن أنا أمنعه من التسديد، مش مهم أن يمسك الكرة في نص الملعب، أهم حاجة أن أنا أمنعه من التسديد. أما ريكارد فلازم نضغط عليه بطريقة رجل لرجل من نصف الملعب. مع تحيات التلفزيون المصري، وإلى اللقاء في الأسبوع القادم بإذن الله.